عسلامة شنو أحوالكم؟ شاء الله تكونوا بألف خير، اليوم جيتكم بصحيفة لبلابي، هي أكرة شعبية تونسية بامتياز، معروفة عنا معناها في تونس بالقدا منش مانيش نطول عليكم، يلا باش نمشيو للمقادير وطريقة التحضير مع بعضهم، هي أكلة بنينة على الأخر باش نستحقوا أول حاجة الساعة كمية من الحمص، بالنسبة لي باش نستعمل كمية تكفي الجزء الخاص، وباش من منه شوية حمص يعني للشخص الثالث، معناها تنجم تعملو حتى ثلاثة لبلابي دونك لبلابي جينيرالمون نعملوه في الصحافي الفخار هذوك بالنسبه ليا ولا لبلابي اللي في الدار دي ما يلزم يكون الابن من لبلابي الشارع دونك اني يعني بدي لبلابي الحمص كي نطيبو متاع لبلابي نعمل فيه الفاحات دونك نحط فيه مغرفه صغيره بالكل فلفل هريسه عربي مش فلفل ومغرفه صغيره بالكل ملح وفما شكون يحط فيه عدس اصفر في تونس في الدار فما شكون يحط فيه فول مصري هذه مسألة ذوق لا أكثر ولا أقل وفما شكون جوست يطيب الحمص وحده من غير لا عدس ولا فول مصري أما ننصحكم حطوا جوست العدس خاطر بني على الأخر حتى الفول المصري زادا يبنن دونك ونحطوا زادا كمون ونحط فتيتة ولا ملعقة صغيرة من الثوم ثوم المهروس هنا اول حاجه باش نبدا نعمل فيها باش ناخذ طنجره غارقه باش نطيب الحمص نتاعي في الكوكوت من غير ما نحطو لا كربوناتو ولا حتى شيء خاطر الكربونات راهو ينفخ البدن من غير صحه ولهذا مستحسن انكم تتجنبوه في الاكلات متاعكم يعني الكربوناتو من المستحسن هو راهو اما اللي يحب يحط كربونات وما عندوش كوكوت وليخاف من استعمال الكوكوت ينجم يستعمل طنجره عاديه ويحط يعني ذره كربونات هكا بقرصه بزوج دونك هنا تفوحوا الحمص نتاعكم خاطر هو البنه زاده نتاعو كيبدا لبلبي بالهرقمه يعني بالقصب نتاع البقري يتباع عند الجزار لهنا حطيت فتيتة حكيت ملعقه معناها من الفول المصري وحطيت ملعقه كبيره مملوءه من العدس الاصفر المقشر دونك كيف ما شفتوا وحطيت الحمص باش نحط مقدار نتاع 3 لتر من الماء اعملوها زايده بالماء وما تعملوهاش ناقصه خلي الحمص يطيب في ماء خاطر ابن تجيكم معناها فيها الماء خير من اللي من بعد تنشحلكم الماء وترسكم تزيدوا في الماء عادي تولي باسله يعني ما تجيكمش بنينه المهم انا يعني بزايد ماء ما تخافوش عليه وغطيو الكوكوت نتاعكم وخليوها تغلي ساعه كامله تغلي لين الحمص يسيب القشرة متاعه ويهبأ قلوب التونسي يهبأ المهم هي أكلة بنينة 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 على الأخر بالحق ننصحكم تجربوها خطر صدقوني بنا ما شاء الله عليها لهنا باش ننصحكم عن نوع الخبز اللي تستعملوا أحسن خبز لبلابي هو خبز السميد قد ما يقعد ديما فما الخبز ده سميد بالنخالة زاد هاي البرشة قد ما يقعد ديما تنجموا تفتفتوه وكيما تنجموا تعملوا زادة بالباقات هذه العادية وإلا بالخبز الشعير ولا خبز القمح الكامل كيف ما شفتوا زاد كيف كيف هو يتفتفت كيف السميد بالنسبة لي المرة هذه باش نعملها بخبز السميد شوفوا كيفاش حتى كي بيت ديجا بيت ليلة واحدة ديما يتفتفت دونك خبز السميد يساعد أكثر ويجي أبن ويشرب المرق متاع الحمص وبنين برشا بالحق وإلا الخبز القمح الكامل كيف ما شفتوا زاد كيف كيف يتفتفت في ساعة ويشرب المرق متاع الحمص زاد بكيفية مزيانة على الأخر ويجي بنين سينو تستعملوا الباقيات العادية وتقصوها جويدة بالكل الباقيات تقعد برشا أكثر باش تنفخ لكن ما هيش بنينة برشا كما الخبز الآخر كما سميت لكم خبز سميد ولا خبز اللي يبدأ بالنخالة هذوما أنواع الخبز اللي من المستحسن أنكم تعملوها هي خاطر يشربوا بالقداء الصوص ويجيكم لبلابي بالحق عالمي ناكل هنا زاد سر من اسرار البلابي هو طريقه طهي البيضه ولا البيض اللي يحطوه في وسط اللبلابي لهنا فما شكون يبدا يغلي فيه دجاج من اللول ويحطو مع الماء ويبدا يغلي فيه حتى لين البيض يطيب ولا يولي رايب شويه لهنا تختلف الاذواق فما ناس يحطوا البيض في اللبلابي معناها اون جينيرال وفما ناس ما يحطوش فيه بيض هي مساله ذوق بالنسبه لي البيض يبنن فما ناس يحب أصفر البيض يكون سائل هو المستحسن اللي بلا يكون أصفر البيض نتاعها يكون سائل خاطر بين على الأخر رد بالكم تحطوا من الأول دونك ناخذ الطنجرة متاعي باش نحط فيها الماء ونخليها ما سخون لهنا خليها على الغاز حتى لين يغلي الماء ديكو يغلي الماء كيفاش هكا باش فيه المعجنات تاعنا ونغطيه ونغطيو الغاز بالطبيعه ونحسبو لمده دقيقتين ما تكسروش خاطر ديجا يلزم تكون الأصفر نتاع البيض يكون معناها مازال القوام نتاعه سائل ستين وطلعوا البيضات نتاعكم خاطر ما تنساوش اللي البيض يطلعوه من الماء معناها بالحرارة نتاع الكسرة يزيد يكمل يوصل الصهيل نتاعه. المهم هم لازم تكون العظمة مروبة. وهي مسألة ذوق لهنا عندي باقي معناها ملعقة متاع ثوم زدت عليها زيت الزيتون خاطر هي زادة من أسرار البنة متاع البلبي التونسي حضرت شوية كبار وشوية ترشي وشوية ترشي هو الملح وشوية زيتون زادة زيت كيف كيف مسير عملت لكم سابق طريقة تمليح الزيتون في الدار طريقة سهلة وناجحة وتقعد لكم من عام وأكثر العام وهي مزيانة وبنينة المهم لهنا مشكل متاع مخللات ولا مالح كل واحد وكيفاش يحب ياكلهم وهنا شوية كبار زد كيف كيف يبنن كان لاحظت وما حطيت معناها ملح في ال في الوصفة خطر ديجا الكبار مالح والمالح ديجا مالحين دونك ما تتحقوش برشا ملح جوستك النفه هذيك اللي حطيناها في وسط الحمص باش يطيب لهنا بعد ما فتفت الحمص متاعي باش نستعمل الهريسه لهنا يعني باش نعمل خليط ما بين الهريسه العربي والهريسه الحكوك هذه دونك تنجموا تعملوها ديجا منزليه موجوده الوصفات هنا جوست الهريسه العربي هي المنزليه والباقي الهريسه الاخرى باش نفوح بها خاطر هي تفوح زاده اه لهنا ملاحظه التون تنجموا تحطوا زادة التون في البلابي بالنسبه لي الصحفه الاولى مانيش باش نحط فيها التون وانتوما مسألة ذوق يعني تحبوا تحطوا تحبوا لا بالنسبة لي نحبوا يعني التنفس وسط اللبلبي يفوح زادا برشا كيما قلت لكم ديما حاجة اللبلبي متاع الدار ديما بنا على بنة ويفوح معناها ديما خير بصراحة من بتاع الشارع أه ساعات متاع الشارع نبدا مشتهي بصراحة بالهرقمة أما نتوما تنجمو تشريو ديجا القصب هذاكا نتاع الهرقمة تمشيو للجزار تقولوا عطينا شوية هرقمة دونك وطيبوها مع الحمص. بالنسبة للجماعة متاع اللبلابي الله أعلم يظهر اللي يحطوا فيها البيكربونات دو سود أما على ما نعلم إنهم يطيبوها مصباح يخليوا اللبلابي يغلي ويبدأ معناها الصوص متاع الهرق مع الجنب باش يجي اللبلابي زادة متاعهم فاوح برشا لهنا الحمص بتاعي تاب وباش نبدأ إن نسربي في اللبلابي متاعي دونك كيف ما شفتوا كيفاش يجي يجي هابي على الاخر شوفوا كيفاه لين تحسوا كعبه الحمص القشره متاعها تزلعت وحدها دونك باش من المرق هذاكا حتى لين نخلطو بالطبيعة حسب الجروة اللي نتوما تحبو عليه، فما ناس ما يحبوش ياكلوها جارية برشا فما ناس يحبو ياكلوها يعني جارية بالقدا، نتوما ما صبو صوص على قدر ما نتوما تحبو، دونك حويجة بصراحة مشتهية وما نحكي لكمش على الريحة ما بنها حاجة بالحق اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد إن شاء الله، نتمنى إنكم تجربوا الوصفة بالحق وتقولوا لي رأيكم في الكومنتس تحت الفيديو. كانكم اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب ولا اشتراك ولا سبوني للقناه وتخلوا لي كومونتير مزيان وتقولوا لي اذا كان ضغط ولا قبل على خاطر بالحق اللي ما ذاقش البلابي التونسي نحكي لكمش قداش فاتو <applause> هنا تو باش فيها مغرفه كيف ما شفتو مملوءه مكزيت الزيت والثوم هذوك اللي مع بعضهم ونزيد نحط شويه الزيت باش نفوحها بكمية زادة كيف كيف مقدار تعمل ملعقة من الكمون. عندك الكمون والكبار والثوم اللي بالزيت من القواعد الغير قابلة للخرق في اللبلابي. باش يجيكم اللبلابي بنين. والتون بطبيعة. الناس اللي تحب التون والبيضة زادة كيف كيف. زيد شطر في اللبلابي. شوف بالنسبة للشخص الاول اللي بشكل ذيك يحب ما يحبش البيضة مروبة. بالنسبة لي بصراحة نحبها مروبة. اما مش على الاخر نحبها مروبة. وقت اللي تبدأ البياض طايب وال واصفر بيضة يكون نايم مش مشكل بالنسبة للصحفة الأولى باش نحطها بال يكون معناها طايب بالقوام هذاك بالنسبة لي نحبها ديما هكا بالشكل هذا يكون البياض طايب والصفار مازال رايب دونك هذيك البيضة ديريك طلعتها شوفوا نية وهذيك البيضة اللي باش نعملها في الصحفة الأولى هي نوعا ما طايبة دونك هي مسألة ذوق كما قلت لكم وتنجموا ديجا تستغناو عليه نهائيا البيض صدقوني قاعدة نحكي لكم واني ما عنديش عندكم مش فكرة قديش شد روحي باش نبدأ ناكل دونك صحيفة لبلابي صدقوني تعمل ستة وستين كيف احكيولي شكون جال تونس قبل وشكون ذاق لبلابي حاجة بالحق لوكس على الاخر ان شاء الله يربي تجربوها لوكس عرفت لوكس متاع الشعبية حاجة والله تعمل ستة وستين كيف المهم نجمو تزينوها بشوية فلفل برا عبيد ولا فلفل في مسير كيف ما شفتوا حصيلوا لكم حرية الاختيار انتم ديجا دوك دي تحضروا هكا البلابي وتحطوه في الصحفة وتضربكم الريحة صدقني توليو معاش نجمو تشدوا رواحكم شوفوا هكا الصحيفة ديجا ما شبها وما ان شاء الله يربي تجربوا الوصفة وتقول لي رايكم في الكومنتس تحت الفيديو بالحق خاطرني نبدأ مستنية تعليقاتكم على الفيديو بالدقيقة والدرجة المو بالحق اللي بلابي بالحق حاجة إدمان بصراحة إن شاء الله يا تجربوا الوصفة بالحق وتقولوا لي رايكم في الكومنت تحت الفيديو تو ما بقالي كان باش نقول شهية طيبة للجميع وإلى اللقاء إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد بسلامة